حطت قرطاج رحالها بعاصمة الثقافة الأوروبية مارسيليا، وذلك للاحتفاء بهذه المدينة المتوسطية التي تربطها بتونس علاقات تاريخية وثقافية واقتصادية واجتماعية. قرطاج تحتفي بمارسيليا تظاهرة تحمل في طياتها رسائل عدة عن تونس ما بعد الثورة، وتعلن انفتاحها على دول البحر الأبيض المتوسط. الفرنسيون رحبوا بالبادرة واعتبروها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما عبروا عن رغبتهم في دعم السياحة التونسية، وذلك عبر تشجيع الفرنسيين على القدوم إلى تونس ودعم المستثمرين وأصحاب الأموال للاستثمار، خاصة وأن مجال المال والأعمال يشهد انفتاحاً وتسهيلات عديدة من شأنها أن توفر مواطن شغل جديدة بالمناطق التونسية المختلفة. تونس منفتحة على الجميع، فبين تونس وفرنسا روابط مشتركة قديمة، وخاصة بين مارسيليا وتونس. نريد تعزيز هذه الروابط، ونرحب بجميع أصدقائنا التونسيين. بدورنا سنشجع الفرنسيين والفرنسيات على قضاء عطلهم بتونس. القرية الحرفية كانت الرمز الأول لهذه الاحتفالية، حيث توزعت الأنشطة بين الندوات العلمية وورشات العمل والعروض الفنية، وأيضاً معرض تساهم فيه الجمعيات والحرفيون والتجار للترويج للصناعات التقليدية التونسية. قدوم التونسيين إلى هنا عنوان للتأخي، وكما تلاحظون سكان مارسيليا مهتمون كثيراً بهذه التظاهرة، ولديهم شغف كبير للتعرف على تونس ما بعد الثورة، وذلك لرغبتهم في قضاء عطلهم القادمة بتونس، وأنا أشجعهم على ذلك. لقاء حضاري بامتياز عمل على تقديم صورة شاملة عن تونس ما بعد الثورة، وذلك لفسح المجال لعدد من رجال الأعمال والمسؤولين والمثقفين للالتقاء وتبادل وجهات النظر حول قضايا الاستثمار والتنمية في إطار يجمع بين الفن والثقافة والإبداع. قرطاج تحتفي بمارسيليا تظاهرة جمعت السياسية بالاقتصادي والاجتماعي، الهدف تقديم صورة جديدة لتونس ما بعد الثورة، مشروع يعمل على تبليغ رسالة ثقة وانفتاح على المحيط الأورو متوسطي. هيفاء حامد، قناة المتوسط، مارسيليا.